هو المعهد ليس بحجارته وأرضه وترابه، إنما المعهد بأشخاصه، بمسؤوليه، بعناصره. فمن كان من أهل السنة والجماعة هذا يكون على الرأس وعلى العين، نحن نفخر به ونحبه ونمد يدنا إلى يده للتعاون على ما فيه مرضاة الله عز وجل ونشر الدين. والله نحن نشجع الأهالي أن يضعوا أولادهم في معاهد أهل السنة والجماعة، ومن جملتها معهد الدكتور فضل الفضلان، فإن شاء الله تعالى يتعلمون العقيدة الصحيحة وعلم الدين الصحيح، ويستفيدون في دنياهم وفي آخرتهم بالعلوم الدنيوية المفيدة بإذن الله تعالى.